تمت اليوم فعالية الطبعة الأولى لاكتشاف المواهب هنا بدار شباب دائرة ابن ورثيلان. عروض متنوعة في المسرح وفي السينما وفي قراءة القرآن وفي التمثيل والموسيقى أيضا. مواهب شابة اليوم عرضت الكثير من الإبداع. رحلة ألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، وإنما هذه المبادرة أو هذه المسابقة للمواهب بدأت بفكرة. يعني جينيرالمون شاك فوا نلقى دي جون صغار يقول لك أنا ما لقيتش وين نخدم وين نفجر الموهبة تاعي. قلت علاش ما ندير لهمش بلاتفورم ولا ندير لهم عفسة وين يفجر الموهبة تاعو ويعبر عليها كما يحب. درت مسابقة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي عبر صفحتي الخاصة. بالمناسبة كانت هناك مبادرة من طرف الأخ الإعلامي سي نور الدين بن منصور، وتلاقينا في فضاء عمل انه تبنينا هذا النشاط ونظمنا الطبعه الاولى لمسابقه احسن موهبه على مستوى الدائره، واللي كانت ناجحه بكل جوانبها باقبال الجمهور بمشاركه قويه، حتى انه النشاط اليوم كما شفتوا كان بكثافه، كانت رغبه من طرف الشباب. انا نسميهم مواهب في مناطق الظل، اليوم استطعنا أن نوصل لهم. دار شباب وجمعية نشاطات شباب بدورها احتضنت هذه المواهب. أما بجانب آخر السلطة المحلية والولائية بدورها اطلعت عن واقع هذه المواهب من أجل تحسين واقعها ومن أجل دعمها. مراسل وطنية نيوز سعيد فوزي من شمال ولاية سطيف.